طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يعني كده في هذه الليلة المباركة من ليلة رمضان، أردت يعني نستعرض مع بعض تجربتي أو قراءتي في أحد الكتب المهمة للدكتور خالد محمد خالد، بعنوان يعني أهل الله، وعنوان فرعي في كيف يفكر أهل الله. صراحة يعني خبرتي في الكتاب، حاولت أجمع أهم الأفكار اللي في الكتاب، لكن الميزة في الكتاب طبعا أنه يعني ذكرني بكل ما قرأته في هذا الإطار، يعني وفي إطار يسمى بالتزكية. وأيضا الكتاب ملهم في أنه وفر كثير من الإجابات، وأيضا أطلق كثير من الأفكار في هذا الإطار. يعني فأولا خالد محمد خالد هو كمؤلف، هو طبعا مكاتب مصري وخريج الأزهر، وأتم القرآن في سن 5 سنوات، وحفظ القرآن كاملا في 5 شهور. وعندما يكتب عنه فهو قد مر بالتجربة وعاشها بشكل عميق كما كتب هو. وتأليفه حتى في الكتب ما شاء الله كان فيها إنتاج كبير. طبعا من أشهر كتبه كما تعلم كتاب رجال حول الرسول، وكتاب الديمقراطية أبدا، وكتاب أيضا الموعد الله، وكتاب رائع جدا بعنوان إنسانيات محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب يعني 10 أيام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب هكذا تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الكتابات كلها كان مركز فيها على الجانب الروحي والجانب القلبي جدا. وهو أولا يعني فقيه، وهو أيضا أديب، وعنده قدرة على عرض الأفكار بشيء من البساطة والتشبيهات القريبة جدا من النفس. لذلك سماه رجاء النقاش خالد محمد خالد موسيقار الأفكار، يعني بيكتب الأفكار بنغم. فالكتاب عنوانه جميل، الموعظة الله. مما فهمت منه أنه عمل استقراء لأهم الأقوال والمبادئ اللي للناس الذين قرروا أن يكونوا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يسيروا إليه سيرا حسنا، وأن يقطعوا أيامهم ولياليهم قربة لله سبحانه وتعالى. فأنا حصرت في الكتاب، وطبعا أتمنى اللي قرأ الكتاب منكم أيضا ولو خبرة أو تساؤل فيه يفيدني يعني. فأنا أستعرض معكم المبادئ 7 اللي قالها خالد محمد خالد، وإن كنت طبعا أنا أخذت منذ المبادئ، لكن أيضا هستفيد من كتب أخرى قرأتها في الإطار. يعني من الحظ الجميل أنا مثبت التليفون على كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج الجوزي في القرن الرابع الهجري، وهو من الكتب يعني الجميلة في إطار التزكية وتحقيق الشيخ محمد الغزالي. أيضا لعل كلنا مرينا بكثير من حكم ابن عطاء الله السكندري وأقوال أبي الحسن الشاذلي. وايضا اللي انا عاوز اقوله، حتى بتكلم مع الناس الان اهل الله والتصوف، اليوم مثلا بتكلم معاهم، فايضا بتلمس هو نفس الروح المستمده والكامله والساريه. يبدو انه هذا المجال او هذا الطريق فيه روح او نفس واحد، غالبا في تواصي به وفي حرص على توريثه والاطار من العمل من خلاله، لان المبادئ الاساسيه له واحدة. يعني المبادئ المؤسسة لهذا المجال، مش عاوز أقول علم يعني، لهذه الطريقة، لهذا المسار، لهذه يعني السكة، غالبا المبادئ واحدة، وبالتالي التجليات بتكون قريبة مع اختلاف الأماكن. يعني لو في شيخ أو متصوف مثلا في المغرب فبيعبر بالمغربية وبالأمثلة المغربية، لكن يظل الكور والأفكار الرئيسية هي أفكار غالبا واحدة. فأول مبدأ بيتكلم فيه خالد محمد خالد في كتابه الموعد هو الإرادة والصدق في التواجد لله سبحانه وتعالى. فيقول حتى هنا بيستشهد بكلمة أبي يزيد البسطمي، هو يقول: إذا قلت أين الطريق إليك جاءك النبو، خلي نفسك وتعالى. إن الطريق موجود، وعندما تتوفر الإرادة يظهر الطريق. هذه الإرادة المتمثلة في أن تغادر نفسك لله سبحانه وتعالى، وأن تفارق الشهوات والذنوب وحظ النفس والألانية والكراهية، كلها دي من الإرادة. يعني ليس فقط الإرادة أنك تنمو فقط أنك تتجه، ولكن صدق القصد أنك تتخلى الأثقال التي سوف تعيقك على أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى. ف
فغالبا الاهل السارئ الى الله يجعلوا الانسان ما بين خيارين، يعني اما ان تكون مع الله واما ان تغرق في شهوات نفسك. فان اردت ان تكون مع الله هذا يستدعي القصد والنيه والعزم على ان تسلك هذا الطريق متجردا من يعني شهواتك، فاما ان تختار سبحان الله الله او تختار نفسك وشهواتك الى اخر ما فيها من امور. الاراده الله سبحانه وتعالى تستدعي نية صادقة وعزم أكيد وتحول حقيقي، يعني بكليتك إلى أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. لذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الرجل يسلم، يعني يكون في أول النهار كافر ومعادل للرسول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتوعد بقتل الرسول، ثم في آخر النهار عندما يسلم يعود إلى قومه ووجهه متهلل، فيقول أصحابه ذهب به، يعني عاد بحالة أخرى مختلفة تماما عن الحالة التي ذهب بها غاضبا متوعدا كافرا ومعاديا لله عليه الصلاة والسلام. حصل تحول حقيقي صادق انعكس ذلك حتى على ملامحه. فصدق التوجه لله سبحانه وتعالى يستدعي إخلاص النية، يستدعي يعني المراجعة، يستدعي أهمل للنفس وشهواتها والعثرات حتى الإنسان يعني يتخلى عن نفسه. لذلك من كرم الله سبحانه وتعالى أن الله أول الوجود وهو الأول في الجود. الله سبحانه وتعالى أول الوجود الظاهر والباطن، فأنت عندما تقصد بابه سبحانه وتعالى لن يردك خائبا. الجميل أن اليوم بتعرف على خالد محمد خالد في هذا الإطار، فله عبارة جميلة جدا بيقول الله سبحانه وتعالى لا يعيق المهاجرين إليه والمسافرين إلى رضوانه، بل يجعل لهم الأرض مهدا والسماء سبلا. إن الله سبحانه وتعالى مش بيبعد الناس عنه، ده هو بيقرب الناس سبحانه وتعالى. لذلك قال ففروا إلى الله. غالبا ففروا إلى الله، ففروا في العادة ففر من الأسد أو فر من الخوف. لا، الله إذا خفت منه تفر إليه سبحانه وتعالى. فأول مقصد وأول مسار للسير في هذا المسار الطويل والجميل هو أن هناك قصد حقيقي وصادقة بتوجه وبإخلاص دون نظر إلى مغنم أو مغرم. أنت مستمر رغم العقبات اللي هتقابلك، لكن في أول شيء قصد حقيقي في هذا الإطار. لذلك ابن عطاء الله السكندري يقول إيه؟ كن بأوصافك بالله متعلقا وبأوصافك أنت متحققا. أنت بأوصاف الله تعلق، الرحيم الغفور السميع البصير تعلق وتحقق بأوصافك إنك عبد ومسكين وفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعندما تتحقق بصفاتك أنت وتتعلق بصفات الرحمن سبحانه وتعالى، فأنت هكذا كما يقول أهل السير قد وضعت قدما في أول طريق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن عطاء ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عن الله توهم أن هناك موجود مع الله. ربنا ليس محجوبا عن الناس ولا عن الخلق، ولكن نحن نصنع حجب من أنفسنا ومن شهواتنا ومن تفكيرنا ومن عدم اهتمامنا أصلا بأن ننشئ صلة وعلاقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق بأوصاف الله، كن بأوصاف الله متعلق وبأوصافك أنت أيضا متحقق، لأن الطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام، ولكن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يقطع بالقلوب. لذلك معظم أهل السير كانوا يقولون إننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. إذا كنت تدعو بنية ومخلصا ومتأكدا أن هذا الدعاء مستجاب لك في الدنيا أو مدخر لك في الآخرة أو يدفع عنك به من بمقدار هذا الدعاء، هذا هو المطلوب منك. تأكد أنه إذا ألهمك الدعاء فقد وعدك بالإجابة. فلذلك كانوا يقولون أننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، أي أن يكون خارجا من نفس متجه الله سبحانه وتعالى، مؤمنة بقدراته وبصفاته وبآياته، متجاوزة لما في عقولنا من أوهام. فدي كان أول مبدأ يعني ينبغي أن يتحلى به من يريد أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، هو إذا قيل أين الطريق سيأتيك النداء خلي نفسك ثم إيه ثم تعالى. ويمكن هذا هو العنوان الأكبر كما يقول أهل السير إلى الله، التخلية قبل التحلية. المبدأ الثاني المهم جدا في السير الله سبحانه وتعالى هو الاستغراق في الحب والرحمة. رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة
إلا رحمة للعالمين. يعني اليوم كنت بقرأ مع الأولاد في سورة الشعراء، سورة الشعراء مليئة بقصص الأنبياء الذين كذبوا، كذبوا رغم الآيات الكبيرة، قوم شعيب، قوم صالح جاءتهم الناقة، قوم عاد يعني أوتوا أيضا آيات كبيرة، سيدنا نوح يعني أنظر قومه وجاءتهم السفينة، إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم تأتي معجزات قاهرة يعني تمحق من يكفر بها. لذلك في أول الشعراء الله يقول سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم ظلت أعناقهم لها خاضعين. ربنا قادر أن يقهرهم على الطاعة وأن يعطيهم آية ثم يكفروا ويأخذهم العذاب الأليم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعله رحمة للعالمين أنه لم يرزق معجزة كالأنبياء السابقين، بل رزق رحمة في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يظل الكتاب باب رحمة. اللي عاوز يقترب من الإيمان ويجد رحمة وسكينة، واللي يبتعد ويرجع يعني يصل الباب مفتوح. لكن تخيلوا لو الناس اللي طلبوا آية ثم كفروا، فكان على طول إذا جاءت الآية وحصل الكفران والعناد يأتي العذاب. فالمؤمن والسائر الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مغموس في الحب، مغموس في الرحمة، مستغرق في هذه الرحمة جميعا. يقول ابن الرومي، أقول جلال الدين الرومي رحمه الله: بلا حب تصبح الموسيقى دقيق، وتصبح الأوراق الزهور أشواك، وتصبح الصلوات عب. بلا حب تصبح الموسيقى دقيق، وتصبح الصلوات عب، وتصبح الزهور أشواك. فالأصل الذي يسير الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون متعلقا برحمة الله وأيضا ناقلا لرحمة الله للخلق ومتمثلا بها. لذلك سلوك الرحمة والمحبة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هو يتجاوز فكرة الحرام والحلال والسنة والمندوب. هو ما الذي يجعلني أكثر حبا لله فأفعله، وما الذي يجعلني بعيدا عن الله فأبتعد عنه. هذا هو المقياس الكبير. أما تقسيم السنة والفريضة والشعيرة، هذه الأشياء بهذه التقسيمات الفقهاء لم تكن غالبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت العلاقة بالله وبالرسول علاقة محب وحب واتصال وشوق ورحمة وتواصل بهذا الأمر وبهذا الشكل. لذلك المبدأ الثاني أن الرحمة والمحبة هي مبدأ أساسي جدا في من يسير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أعتقد أني لما بتخرج روح المحبة والحب في صور العبادات لله سبحانه وتعالى بتكون صلبة وليس فيها روح، بل أحيانا لا يمكن أن ندعو الناس إليها. بعض الصالحات كانت تطوف بالبيت وكانت تقول يعني أبيات شعرية يفهم منها العشق والمحبة والهيام، فسمعها الجنيد فقال له: يا أمة الله، إن هذا لا يليق في بيته. يعني الكلام كلام العشق والمحبة والهيام. فقالت له: ويحك، أنت تطوف بالبيت أم تطوف برب البيت؟ أنت بتطوف بالحجارة في الكعبة ولا قلبك بيطوف بالله سبحانه، يطوف برحمة الله سبحانه وتعالى؟ فهناك فرق. لو قعدنا نقول الأحجار، إذا حجر بيقبل حجر وترجم حجر، خلت هذه الصلوات من الحب فأصبحت عبء على 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 النفس. أتمنى لو حد أو في مداخلة أو في إضافة أو في سؤال يعني، ولا تحب أذكر الأشياء كلها على بعض يا وائل؟ أنا بالنسبة لي الاستمرار جيد. تمام. طيب، فإذا المبدأ الثاني هو الحب والاستغراق في المحبة والاستغراق في الحب والرحمة. لذلك كنا يعني نحكي إن القلب الرحيم هو القادر على التواصل مع الناس ورحمتهم وعدم التعالي عليهم. وكنت أسقط جميلة بتحكي إن أحد الصالحين في مصر كان واقف على النيل، فوجد مركب، تعرفين بقى في النيل يعني الناس بتغني وبترقص وشم النسيم مثلا يعني. فالناس الدعاء العاديين اللهم اخسف بهم، ربنا يهلكهم، ده عالم عصاب يعصوا الله في البر والبحر، ظهر فساده في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس. لكن الرجل كان قلبه رحيم فقال: يا رب اللهم كم اسعدتهم في الدنيا اسعدهم في الاخره، انا مش خسران اذا فرحوا في الدنيا ورقصوا وغنوا، ربنا قادر يوم القيامه ان يرحمهم وان يهديهم. اعتقد بهذه الروح يمكن ان هؤلاء الناس كانوا جسد
بين يعني جسر بين هؤلاء الناس وبين الله سبحانه وتعالى، عرفوا الناس وحببوهم في الله سبحانه وتعالى. فإذا المسار في هذا الطريق بدون حب وبدون رحمة، بل رحمة سابقة، أعتقد من الصعب الإنسان أن يسير وأن يصبر على الطاعة وأن يجاهد نفسه، لأن الأوامر والنواهي أمر قانوني، لكن المحبة والشوق أمر يوقظ الناس من ساعات النوم، يعطيهم يبذلوا أو وقتهم لله سبحانه وتعالى في القرب وفي العبادة. المبدأ الثالث وهو ركن أساسي جدا، عدم الرضا عن النفس. الإنسان إذا فتحت له باب الطاعات وبدأ يقرأ في أولياء الله، خلاص بيظن نفسه أنه بقى يعني وصل، أو يعني خلاص كده وضع قدمه في الفردوس الأعلى. لا، سيدنا أبو بكر يقول يعني إني لا أأمن مكر الله، والعبد لا يجد طعم الأمان والراحة إلا إذا وضع أولى قدميه في الجنة. لذلك عدم الرضا عن النفس أمر مهم جدا. لذلك يقول ابن القيم: أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. يعني العجب بالطاعة والتباهي بالطاعة كلها أشياء يعني غالبا لا تليق بأهل السير إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الجانب أساسي في أمرين: إنه عدم الرضا عن النفس سيجعلك دائما في شوق وفي ازدياد، وسيجعلك تنظر للآخرين بعين الرحمة، ما المعجب بيرى من أقل منه وأنه يعني أقل مرتبة وأقل قدرة وأنه لا يستحق الرحمة. لذلك عدم الرضا عن النفس قالوا في المعجب لا يصعد له عمل، المعجب بعمله لا يصعد له عمل. طيب يعني ما نفرحش بالطاعة، نحن الآن ربنا جمعنا في رمضان، ولا صمنا ولا أقمنا ليلة، ولا تصدقنا، ولا أنشأنا مركز صحي، ولا رحمنا الناس. الإنسان كده يعني ما بقاش في رحمة، ما فيش فرح ولا سعادة بالأمر ده. لا، بنقول لك لا، بنقول لك يا سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول: لا تفرح طاعة أنها برزت منك إلى الله، ولكن تفرح أنها برزت من الله إليك. الله أذن لك أن تطيعه، وأذن لك أن تقف بين يديه، وأذن لك أن تكون عابدا، وأذن لك أن تكون ذاكا. فهو فرحك أنه اختارك من ملايين من البشر أن يوقظك بين يديه. لذلك أحد العبيد زمان كان مسلما، فاشتراه سيده السوق العبيد، فلما اشتراه من سوق العبيد، فالراجل ببيع العبد قال له: خلي بالك هذا العبد فيه عيب واحد بس، أنه إذا سمع الأذان لن تجده أمامك. صاحبنا الراجل العبد ده مسكين فيه عيب واحد بس، ما يقوم الأذان بيأذن مش هيعمل لك مصلحة يعني. فقبل، فصاحبنا خد اللي اشترى العبد وماشي في الأسواق، سمع العبد الأذان فطلق دخل المسجد. صاحبنا فاهم، قال له خلاص هو عيبه أنه بيسمع الأذان مبرمج على الصلاة. فذهب إلى المسجد وخلصت الصلاة، انتهت الصلاة، ولكن صاحبنا تأخر في الصلاة، فبعت حد يستدعيه، كان سيده وكان كافرا يعني ولم يكن مسلما، فقال يعني: قل لهذا العبد ما الذي أجلسك، احنا متفقين انها صلاة بس. فالعبد ارسل له مع رسولي، قال له: قل له الذي اخرجك، اللي اجلسني الان هو ما خليك الان واقف قدام باب المسجد، لا استطيع ان تدخل المسجد الله سبحانه وتعالى. فاذن عدم الرضا عن النفس والامر مبدا مهم جدا في النسير الله سبحانه وتعالى. المعجب لا يصعد له عمل. لذلك قالوا ايضا: انين التوابين أحب لله سبحانه وتعالى من زجل الذاكرين. يعني لذلك قالوا أيضا: جالس التوابين فإنهم أرق قلوبا وأقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. تجد إنسان ربما عينك تزدري بجواهر الإيمان وبالتواضع وبالتقوى وبالرشاد. فإذا أنت المبدأ الثالث في لمن أراد أن يكون من أهل الله وأن يسير في هذا المسار، ألا يعجب بنفسه وألا يكون راضيا عن نفسه، وبالتالي أن يدرك أننا جميعا الفرق بيننا وبين العصاة وبين المذنبين هو الستر. نحن وسط الفرق ما بينكم من تراه أشد الناس عصيانا وجبروتا وظلما، فقط أننا مستورون بستر الله سبحانه وتعالى وبرحمته. فلو كشف الستر عنك لأصبحت مثله وأشد. لذلك يقول سيدنا أحمد بن حنبل: لو كان للمنافقين أذناب لما استطعنا أن نمشي على الأرض، ولو كان للذنوب رائحة ما جالسنا أحد. يعني لو ذنوب لا قدر الله كان لها رائحة أو سمات معينة، ما كناش نقدر جميعا، كلنا مسطورون برحمة الله سبحانه وتعالى. فالمبدأ الثالث المهم جدا هو عدم الرضا عن النفس.
لذلك يقول هنا الإمام الشاذلي رحمه الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. تجد إنسان أحيانا سيئة يفعل تكون سبب وأن يكون من أهل الله، دائما يذكرها يستغفر من أجلها، شاعر بالرغبة في التوبة وفي الإنابة. فقلنا الآن ثلاث مبادئ: الإرادة الصادقة والقصد ومغادرة النفس، أول مبدأ في السير إلى الله سبحانه وتعالى. المبدأ الثاني: الاستغراق وطلب الرحمة والمحبة لك وللناس أجمعين. الأمر الثالث: عدم الرضا عن النفس. الأمر الرابع: دوام التوبة والاستغفار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الخائف المضطرب الذي يسرق ويزني. يقول: لا يا عائشة، بل الذي يصلي ويصوم ويخشى لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا التوبة مقام كبير، والمبدأ الرابع يعني وفق ما قرأته في كتاب الموعد الله للشيخ خالد محمد خالد. وطبعا كما تعلمون ربنا جعلنا يعني من التوابين التوبة مقامات ودرجات كبيرة. فعند خالد محمد خالد يقول: هناك التوبة من الزلات، والتوبة من الغفلات، والتوبة من رؤية الحسنات. التوبة من الزلات لأول مقام المبتدئين، والتوبة من الغفلات أن تغفل عن ذكر الله وعن فعل الخيرات وعن أن تسمع إن المساكين وأن تعين المحتاجين وأن تعلم الناس مما علمك. التوبة من الغفلات، والتوبة من رؤية السير، من رؤية الحسنات. أهل السير إلى الله بيرون أنك ترى حسنتك وتباهي بها وتعجب بها ذنب يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى استغفار. والتوبة عندهم على ثلاثة أنواع: التوبة والإنابة والأوبة. فالتوبة في أول السير، والإنابة في وسط السير، والأوبة هي في منتهى السير بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك العجب من أصل الذنوب وأنها تحجب الأنوار، لا تحجب الأنوار وتمنعك عن الطاعات. يقول صاحب كتاب صيد الخاطر أبي عبد الرحمن بفرج الجوزي، يقول: ترخصت في لقمة، ترخص يعني لقمة أكل طعاما دون أن يسأل حرام أو حلال، قال: فحرمت ذات المناجاة 40 يوما. يعني دول بقى أهل الله والسر لهم حسابات أخرى مختلفة عن حسابات الناس، هما حس مرهف، تأمل عميق، رحمة سابغة، وبالتالي كل فعل بسيط، نظرة همسة، هي محسوبة لأنها تؤثر في مسارك إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يعتبر أن الذنوب لها آثار، والذنب عندما يكبر يتحول من العنوان إلى التحدي لا قدر الله. وربنا ليه جعل عذاب أليم في جهنم؟ وهذا سؤال كنا ناقشناه مع الأستاذة شاهيناز، إن من أمور العذاب والعقاب الأليم في القرآن مش بس عشان الذنوب، هو غالبا مش عشان الذنوب من خلال قراءة المتواضعة، وغالبا عشان العناد. يعني الكافر المعاند أو المجاهر بالمعصية المعاند تخطى موضوع فقط إنه عصيان، تحول إلى تحدي لله سبحانه وتعالى. أغلى السائل الله أن يبتعد بالكلية عن كل هذه الأمور التي تجعله يعني قريب من الذنوب. وأيضا لابد يعني أن يتوب، بحاجة دائمة إلى التوبة. يقول ابن رحمه الله: لا تظنون أن المؤمنين لا يذنبون، ولكنهم يذنبون فيستغفرون، ويذنبون فلا يجاهرون. هو الفرق بس بين المؤمن وغيره أو السائر الله، إنه بيستشعر الذنب، بيبكي عليه، بيستغفر منه، لا يعود إليه، لا يجاهر به. أما الآخر الذي هو بعيد، نسأل الله لنا والجميع الرحمة، بيبقى فيه شيء من العناد في هذا الإطار. النوع خمسة جدا ودي مهمة وحساسة وتحتاج المبدأ الخامس، هم أهل السير إلى الله فاهموا فلسفة التعاطي مع الدنيا. يعني عملوا كده معادلة، كل شخص فيهم عمل معادلة في الدنيا أنها لا تحجبه على أن يسير إلى الله. قد يكون يعني معاملة هذا السائر أنه يكون غني أو أن يكون عنده مال، لكن هو في يده وليس في قلبه. وقد يكون أن يغادر الطمع والرغبة في الدنيا ويجنح إلى الزهد فيها. فليس هناك وصفة جاهزة لطريقة التعامل مع الدنيا، لكن هم غالبا بيصنعوا فلسفة أنها لا تشغلهم عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هي في أيديهم وليست في قلوبهم. لذلك التخفف منها، إدراك فلسفتها. يعني لو كنت بتكلم مع أحد شيوخ الشاذلية بقول له: أخبارك؟ قال لي: دنيا مشغولين. والله بقول له: مشغولين في الدنيا مزرعة الدنيا مزرعة،
قال لي والله انا بعتبرها معبره وليست مزرعه، يعني وبرضك فكره انها مزرعه احيانا ممكن تخاف على المزرعه، وبالتالي انت حريص على المزرعه انك ما تنميها وتكبرها. فالشيخ قال لي لا هي معبره، فانا قلت له والله خليها مزرعه مزرعه عابره، عشان برضك ما نزعلش الناس، هي مزرعه لازم نعمل فيها بعمل حقيقي وتبقى مزرعه عابره. هو كل انسان سيجعل مفترض، يعني ربنا يجعلنا من اهل هذا الطريق، بيعمل مقاربه، بيظبط الكيمياء بينه وبين ما يراه في الدنيا من اعمال حتى لا تشغله عن طاعه الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا ابي الدرداء كان يقول ما هو شتات القلب، ما هو شتات القلب؟ قال ان يكون للمرء في كل واد مال، فكره المال في كل قطر وفي كل مكان، ربما ابي الدرداء يشتت القلب. قد يراه الاخر، يعني سيدنا ابي حنيفه يعني كان تاجرا وكان يتاجر في القماش وكان يحب الملابس الجيده وكان يحب العطر الجيد، بل حتى النبي عليه الصلاه والسلام مما اسرع الرسول الله انه كان يدخر قوت سنه له ولكل زوجاته، وكان يحب من الشاة كتفها، وكان يحب الماء البارد، وكان يحب العسل صلى الله عليه وسلم. وتجد اثر اخر، النبي عليه الصلاه والسلام كما تقول السيده عائشه كان النبي عليه الصلاه والسلام يمر الهلال عليه تلو الهلال تلو الهلال ولم يوقد في بيت رسول الله نار. فانت عندك حالتين مع خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معهم. اعتقد الانسان يحتاج يغير ويبدل ويضبط نفسه دائما مع كل مرحله من المراحل، ما ونحن شباب تختلف المشاعر والرغبه في الدنيا عما انت كهل او شيخ الى اخره، لكن الهدف الا ننشغل بالدنيا او تكون حجابا عن الله سبحانه وتعالى. فاذا المبدا الخامس ان اهل السير الله سبحانه وتعالى هم بنوا علاقه فلسفيه واضحه بين علاقتهم بالدنيا ومآلهم الى الله سبحانه وتعالى. الاشياء الجميله اللي لمستها في الكتاب نقول لك هم ليه بقى اهل ربنا دول مش حريصين على الدنيا؟ لانهم اولا عظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الله انك على الحق المبين. هم واثقون بما في يد الله اكثر مما في ايديهم، وبالتالي هم لا يخافون الفقر. فاذا انسان لم يخاف الفقر لم يتعلق بالغنى، لم يتعلق وكيمياء ما بين السائل الله سبحانه وتعالى وبين هذه الفتره التي يعيشها في الدنيا. فهم اناس لا يخافون الفقر. المبدا السادس المهم جدا، وانا شايف انه في علاج ضخم لاوجاع البشريه، هو ان السائل الى الله متصالح مع فكره الموت. متصالح مع فكره الموت وفكره الاخره، لذلك يقول بعض السلف الصالح ينبغي للسائل الى الله ان يحمل القبر في قلبه. يعني السائل الى الله فكره الاخره و لقاء الله ويشتاق اليها ويسعى اليها. وسبحان الله كنا يعني احتكيت بعض الشباب وانا في المرحله الجامعيه كانوا فعلا يعني من السير الى الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا يقصون علينا اشياء غريبه، منهم كان يعني يرى اشياء في الدنيا ويحكي اشياء عن يعني اشياء من الفتوحات الربانيه الكبيره جدا، لأنه فكرة الانتقال للدار الأخيرة لا تزعبه. لذلك بعض أهل السير وجد جنازة فكان متهللا، يعني لم يضطرب، يعني فقال له لماذا؟ قال يعني أنت لماذا غاضبين؟ هو ذاهب إلى الكريم، والكريم أكرم منا جميعا، هو في دون الله سبحانه وتعالى. ففكرة أنه منشئ صلة بالله ومتصالح مع 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 فكرة الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم يقول انا يا علي اني لا اخاف الموت، قالوا لماذا؟ قال سينادى علي، تعال يا علي فاذهب، خلاص انا عبد وربنا استدعاني الى لقائي فاذهب. فهناك تصالح في فكره لقاء الله سبحانه وتعالى والدار الاخره غالب على اهل السير الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم لا يحزنون. لذلك قوله سبحانه وتعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. هذه الايات اعتقد لو جمعناها هي مفيدة للوجدان الإنساني، وأيضاً أعتقد ربما تجاوب على أسئلة كثير من الناس. المبدأ السابع اللي يعني نختم به في المبادئ السبعة للسير الله سبحانه وتعالى هو فلسفة تجنب الظلم والظلمة. يعني الملمح الأساسي للأكابر هذا الطريق أنهم كانوا على قطيعة تامة مع الظلم ومع الظلمة. قطيعة تامة يعني لا يتورطون في الظلم ولا يكونون أعوان الظلمة
لاني اكبر عقبات السير الى الله قلنا الذنوب، واكبر الذنوب واعصابها يعني اصعبها في المغفره هو ان تؤذي غيرك. يعني ايذاء الغير يحتاج الى توبه، وان تسمح هذا الغير ان كان بدل ان تعيد له ماله، اشكاليه كبيره جدا. وطبعا يعني ايذاء الغير سواء بالهمز او اللمز او الغيبه او النميمه او الانتقاص او الاحتقار كلها امور خمة. فكان فلسفه اهل السير الى الله ما البعد التام عن الظلم وعن الظلمة قدر الإمكان، وإن كان هناك من احتكاك فيأتي في إطار الوعظ والإرشاد و يعني عودتهم إلى أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمبدأ ده مهم جدا، لأنهم حريصين قلنا أنه عندهم حساسية عالية جدا من الذنوب وحساسية عالية جدا من السيئات، ومش معقولة سيتحالفوا يعني مع أناس يرونهم عقبة كبيرة وكأداء في أن يكون سيرهم الله سبحانه وتعالى سهلا ومطمئنا. فأعتقد كده يعني أنا شاكر لكل الحاضرين معنا، استعرضت يعني خبرتي مع الكتاب خالد محمد خالد موعد الله. قلنا أن السير إلى الله عند خالد محمد خالد وغيره هي قائم على 7 مبادئ: الصدق مع الله سبحانه وتعالى والتسليم لله سبحانه وتعالى، التعلق به سبحانه وتعالى، الأمر الثاني الاستغراق في المحبة والحب، بعد كده ترك الذنوب والمعاصي اللي هي التوبة، بعد كده الخامس كانت حسن التعامل مع الدنيا، بعد كده عدم الركون للظالمين، والتصالح مع لقاء الله سبحانه وتعالى، وفكرة الموت والدار الآخرة، وآخر نقطة السابعة اللي هي كانت عدم يعني الركون للظلم والظلمة، والنقطة الأخيرة اللي هي عدم الرضا عن النفس وعدم العجب. فهذا ما طلعت من الكتاب يعني، وشاكر لوقتكم، وأتمنى لقراء الكتاب أيضا أن يفيض علينا مما فتح الله عليه. طيب احنا نشكرك على يعني هذه الجولة الجميلة. معانا الدكتور سيكو دخل معانا، ومعانا مهتاب، الناس الجداد بين سيكو بين راح اعتقد راح الماء يفطر مع المغرب عندهم اذن. مش عارف، يمكن هو كان ماشي وكان قال المغرب اذن عندهم في المغرب راح يفطر، يدعينا كده ان شاء الله. ايوه نعم صحيح كاتب. طيب انت قرات الكتاب عم وائل؟ قول عم وائل. انا قرات الـ تقريبا نصه يعني، ما قراتوش كله. انا اللي شدني فيه كمان العنوان، فكره الموعد والله، وفي البدايه بيتحدث عن ان الله هو الاول والاخر، يعني هي البدايه من الله والنهايه الى الله. يعني البداية أنت ماشي في رحلة منطلق بإذن الله، حتى لا تتم إلا بإذن الله، وتنتهي بلقاء الله، فهي رحلة بالكامل مع الله. الحاجة الثانية اللي لفتت انتباهي أنه لخص القدر، سؤال القدر، في أن الله فعال لما يريد. يعني هل الإنسان مخير مسير بعد الفيلم الهندي ده كله؟ قال لك هو ربنا خلاص وصف نفسه أنه فعال لما يريد. فيعني إيه، دي برضو من الحاجات اللي أنا افتكرتها. نعم. وإجابة اللي هو السهل الممتنع يعني. يعني ده أهم شيء، لأني ما كملتوش لسه، أنا وصلت لنصه. لو طبعا في أي أفكار أنت افتكرتها في ضوء الكلام ده أو حاجة. نعم تمام. هو يعني على فكره القدر يبدو ان الجماعه دول يعني مع المجاهده وحسن استغفار الله سبحانه وتعالى في فتوحات يعني بتتم الاجابه على الاسئله، ليس من باب الجدل الفكري بقى والنقاش الدليل الشرعي الى اخره، لا بتيجي فعلا اجابات يعني بلسم للقلوب والنفوس في الاسئله الكبرى، يعني الرزق، الاجل، بتجد المقاربات فيها بتكون مختلفة تماما، وكأن الوحي يتنزل ما زال حيا يعني عليهم، عكس النقاش
الشرعي الجامد. ايوه تمام. طيب حد من الكرام يعلق على شيء؟ وائل انت معاك بقى، دير انت اللقاء، انا خلصت معانا، احنا اللي معانا عندي. دلوقتي دير انت مهتاب اللقاء. ومعانا استاذه شاهناز، فلو في حد فيهم تمام. حابب يسأل حتى لو خارج النقطه بالظبط يعني، يعني اتفضل يا انا عندي سؤال لو امكن. الموضوع ده لسه كنت بفكر فيه امبارح، اللي هو عدم الاعجاب بالذات من ال يعني الهدايا اللي ربنا بيبعتها لنا، ده انا بخاف منه ساعات، بحس ان انا بخاف منه زياده عن اللزوم لدرجه ان انا ممكن ابقى موقفه حاجه جايه لي. يعني لو في هديه جات لي من ربنا بخايفه جدا ان انا اعجب بنفسي، فممكن ما اصدقهاش او ابعد عنها، او انا عارفه ان العلاج ان انا دايما افتكر ان دي حاجه من ربنا مش من نفسي، بس انا دايما خايفه من الايجو بطريقه مرعبه، فخايفه ان ده يكون زيادة عن اللزوم بحيث ان هو يحجب عني القرب او التواصل ده، فاحب نعم. اسمعك. تفضل يا زويل. لا لا قول قول قول، يمكن تجي لنا فكرة بعد كده. هو يعني استاذ شاهناز طبعا، يعني انا اعتقد من خلال قراءتي انه التوكل على الله سبحانه وتعالى ينبغي الا يصحبه خوف من غيره. يعني التوكل على الله الحافظ والمعين والمثبت، احنا مش بنعبده بعضلاتنا بقدراتنا، ده برحمته، وبالتالي هو توكلنا عليه بالكليه. فالعجب هو العجب هو حال اذا كنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، فانه هو الذي سيعيننا على التغلب عليها، فلا ينبغي التوتر منها بشكل كبير لانها تكون عقبه. فبالتالي من مقامات التوكل على الله سبحانه وتعالى اني حتى مش بس الدنيا تكون في ايدك، لا، يكون العجب والفخر والكذا هو يعني يمكن السيطرة عليه. فأيضا دي جانب بجانب سريعا. يعني الحاجة أعتقد اللي ممكن بتقلل هذا الجانب كنت بتكلم فيه مع وائل، إن الدخول مع الله سبحانه وتعالى ومعالم الأذكار والذكر والتعلق بالله سبحانه وتعالى، أنا بسميه كده عامل زي المجال. يعني أنا بدعي حتى ممكن يكون غير يعني واحد مش مسلم لكن دخل في هذا المجال او مشي مع هؤلاء الناس، يعني تاتيه فتوحات من هذا الجانب. يعني مثلا اما النبي يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالواحد بيكرم قد يكون مش عشان هو بطل او عشان هو طائع او عشان قوه ايمان وقدرته، لا، ده هو بيكرم لانه اقترب من مساحه من شبكه التغطيه، دخل في مجال التغطيه اللي الله سبحانه وتعالى بسطه في هذا في 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 هذا الكون، واقترب من هذه الشبكه النورانيه. فبالتالي ستاتيه اشياء ربما تاتي حتى لغيره من غير المسلمين. يمكن من المواقف الظريفه، وانا كنت في الكتاب بسمع على سيدنا الشيخ حامد، هو يعني هو كان بيحس جدا بالشياطين، لما كنت انا اسمع عليه فكان ايه يعني كده يضطرب شويه، فبيقول لي القرآن وبوز الشيطان، فقال لي لا ده مش منك انت، ده من القرآن. يعني بقول لي انت مش عشان انت مش انت اللي تقرأ، لا، هو القرآن في حد ذاته يعني هو قادر انه يعمل كده. يعني فبالتالي فعلا يعني احنا فقط يعني متلقين لهذا النور لما بنخش في الشبكه دي، فشويه بيبقى مهما ياتي من فتوحات او خير، انك بس يعني ايه ربنا قربك من المجال اللي فيه التاثير ده او قربني او غيره. يعني فبتقل شويه الانا، بتقل بشكل بتنخفض وبتقل بشكل كبير، والله اعلم. تمام، شكرا. هل في حاجات معينه ممكن اعملها، مثلا اذكار معينه او حاجات معينه تساعدني في الموضوع ده؟ والله انا قلت لكم على في الكتاب، ما لقيتش اذكار في الكتاب، مش عارف الكتاب اللي انا قرات فيه ده ما طرح مبادئ بس. يعني لكن نسأل يعني نشوف مع شوية، يعني ممكن نقول ان 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 ان, إن, إن يبقى في جانب اجرائي. لو استاذه شاهناز بتسأل على الجانب العملي او الاجرائي،
يعني بما ان الواحد فاهم النظري، فاهم ان دي هديه من ربنا وكده، وطالما هديه محتاج تستعمل، يعني ما تتعلقش ما تتكنش، طالما هديه قيمه نعمه يعني قيمه من شخص، لو هي من شخص يعني قيم، فالواحد هيستعملها ويبقى مبسوط بيها. فاذا كانت من ربنا فطبعا الاقدر انها تستعمل. لكن في اذكار بتخلي الواحد عشان مداخل الشيطان انه فعلا العجب والحاجات دي، ان هو مثلا يقول اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. الواحد ممكن يقول لا حول ولا قوه الا بالله. في دعاء سيدنا سليمان، هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. يعني كلها حاجات عشان تنشط الحس او تقاوم الهجمه الشيطانيه اللي هي بتقول للواحد ان لا انت اركن الموضوع ده وما وانت هتصاب بعجب وترى نفسك في العمل ده. فاظن اي طبعا ممكن الانتهاء بالاستغفار يعني في هذه الامور برضو. فكلها يعني مش اذكار بمعنى محدده الواحد عارفها، لكن الحاجات اللي وارده في سياق طمأنة النفس اولا، وفعلا ارجاع النعمه للمنعم لربنا سبحانه وتعالى. تمام. في اي استفسار تاني او مهتاب يمكن عايز اتعلق على حاجه؟ ماشي. مش عارف يمكن ما فيش حاجة في عندها أو ما أعرفش أو مش سامعة. طيب على العموم أنت شوف لو في أي إضافة عندك حابب تضيفها. تمام. هو بس يعني الإضافة اللي لو حد عاوز يكمل في منهجية الكتاب، نوفر منهجية لاستقاء أفكار أهل الله سبحانه وتعالى. وطبعا عمل استقراء بشكل عام في عصور مختلفة، منهج الاستقراء انه بدا يجمع الاقوال مثلا في الاراده، اقوال في علاقه اهل الله بالدنيا. لكن طبعا العمل عمل عام وفي فترات تاريخيه مختلفه. فاعتقد لو في احد المشاريع او الناس المهتمه او نشوف هل حد عمل استقراء بقى حقيقي مشي ورا مثلا من اول مثلا يزيد البسطامي والجواد بن عربي، عمل فرز كده استقراء كبير، وبالتالي نقدر نخرج بقواعد اكثر عموميه وتكون زي سنن، يعني سنة حاكمة لأهل السر إلى الله. يعني مثلا مش تكتفي بعشرة فقط، ما عرفش أبرزهم وعددهم. فهي الفكرة أنه الاستقراء كل ما اتسع في استقراء أهل السير ومعرفة منهجهم وطرقهم والمبادئ، هيقدر يعني إيه نقدر يبقى زي في كده زي فهم السوسيولوجيا يعني التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أو يعني أكيد كل عصر مختلف، يعني العصور السابقة السائر فيه الله سبحانه وتعالى اللي أنا فهمه يعني هيختلف في تعاطيه مع الدنيا مثلا عن شيء سابق، مع التكنولوجيا علاقتها بالموضوع، عن الواجبات لو مثلا فترات يعني الانكسار وفترات الازدهار. فهو مهم أنه يعني أعطى الإشارة اللي ممكن اللي عاوز يكمل في هذا المسار يعني يقدر يخرج منهجيه واضحه بشكل جميل. العجيب ان اليوم يعني بقرا في خالد استكمل كتاباته، له كتاب جميل جدا اسمه حياتي مذكراته حياتي، وبيقول ان ما انتفعته في حياتي مثل التصوف، فكل ما انا فيه من نعم وفتوحات وفيضات كان التصوف الاول في حياتي على يد الشيخ السبكي. وهو كان بيقول ان كل الخير اللي كان فيه هو انه بدا بدايه قويه في هذا الاطار، يعني بيرجع كل الفضل اللي عايش فيه هو لهذه النقطه او هذه المرحله تاسس فيها بشكل اساسي يعني. فاعتقد ان كتاباته مهمه في هذا الاطار الاخرى الموجوده. انا قرات كتاب رائع جدا انسانيات محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد لم يتملك دموعه يعني، لانه يقدم النبي الانسان عليه الصلاه والسلام بعيد بقى عن اجواء الحرب والقتال. لا، النبي محمد الانسان، فكان قضاء الناس عبادته وخدمه الناس يعني راحته،
وكتاب رائع إنسانيات محمد صلى الله عليه وسلم من كتب الموجودة على الإنترنت، يمكن حتى حد يقرأه لنا ويعني نستفيد منه بشكل أساسي. ورحم الله خالد محمد خالد يعني على ما قدم وأفاض علينا من هذه المعلومات. أنا كده ما ليس عندي إضافة إلا أن نسمع لو حد عاوز شيء ولا حاجة. طيب في أي حد عنده تعليق، سؤال، مداخلة؟ يا ريت يبقى في إمكانية يعني لاستكمال الموضوع ده بطريقة مستمرة، بصفة مستمرة، ودعوة لناس تانية أو كده يعني، ما أعرفش طبعا حسب وقتكم وظروفكم وكده، بس يعني أشكركم جدا جدا، كان جميلة جدا النهاردة، وناس كتير قوي محتاجة ده. ف يعني لو في فكرة إن ده يبقى برنامج يستمر كده يبقى عظيم يعني. يا رب يعين إن شاء الله. طيب باشمهندس في شيء تاني؟ أنا معلش أنا كنت بتكلم والصوت مغلق. أنا الفكرة فعلا كويسة، وإحنا هو أستاذ ياسر هو اللي شجعنا وقلنا كده لمجموعة من أصحابنا، بس يعني قال الكتاب مفيد وتدرسه فالصبح بس ترتبت كده. فممكن فعلا يتم الإعلان عن بعد كده بعد رمضان إن شاء الله عن برامج، مش عارف والله، يمكن يمكن أستاذ شهناز، ما أعرفش أستاذ شهناز ليها خبرة، ما أعرفش هذا الكلام يعني تعمل له إعلان ولا في دارة معارفنا ولا ما أعرفش. أنت أول مرة أجرب أتكلم في حاجة زي كده يعني. يعني إحنا ممكن نبدأ في دايرة معرفنا وناس اللي تعرف بعض، أصل دي دعوة يعني، فالناس اللي مهتمية واللي تعرف بعض. أنا بصراحة دعيت ناس مهتمين جدا بس للأسف ظروفهم ما سمحتش بالنهاردة يعني. تمام، أعتقد إن لو في مرات تانية ممكن نجو بإذن الله. تمام، فهل تعتقد يعني المتفيدين طريقة اللغة المستعملة، الأمثلة، ما أعرفش يعني، انا بقولها زي ما هتختلف مع الجمهور ولا تتقال زي ما هي؟ لا زي ما هي كده تمام يعني، وصلك كويس جدا بشكل يعني بسيط وجميل. تمام ما شاء الله يبارك فيك. طيب تمام، مثالي كده ان ممكن نقفل كده النهارده، الا لو انت عايز عندك حاجه يعني. لا الله يبارك فيك كده خلاص، دعونا بس رب ييسر ان شاء الله. طيب او ان شاء الله ونجتهد كده اخر الايام دي خلاص في رمضان، وربنا كده ان شاء الله يوفقنا جميعا ونشوفكم على خير. وان شاء الله تسجلت الماده دي، ممكن ابقى ابعتها للي عايز يعني يحتفظ بيها، تبقى معانا. تمام ان شاء الله. تمام، شكرا جزيلا. شكرا، سلام. السلام عليكم.